يعني أولا بعد التحية لك وللضيوف الكرام ولكافة المشاهدين، أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تسير في إطار إدارة العملية أو إدارة الصراع، وليس حسم الأمر باتجاه الضغط الحقيقي على دولة الاحتلال. ونحن نعلم وندرك بشكل جيد أن لا يمكن للإدارة الأمريكية اتخاذ بعض المواقف الحاسمة اتجاه ما يجري أو إلزام نتنياهو بما تعرضه من مقترحات أو ما يتعلق بإطار الصفقة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة من الانتخابات الأمريكية، ونتنياهو قد استغل الفرصة واستغل الأمر في عملية المناورة على الولايات المتحدة وخاصة على كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بهذا الأمر. وعندما استبق نتنياهو بمؤتمر الصحفي الحديث عن محور صلاح الدين والحديث عن استمرار الاحتلال العسكري لقطاع غزة والعملية العسكرية التي قام بها ولا زال مستمر في الضفة الغربية، هو إجهاض لكل تلك المحاولات، بعد خاصة تصريح بلينكين بأن هناك 90% من القضايا قد تم التوافق عليها. هذا الأمر الذي لم يحدث على أرض الواقع، ولذلك نتنياهو يرغب بأن تستمر العملية العسكرية، يرغب بأن لا يكون هناك ضغطا أو التوصل إلى صفقة أو هدنة في هذا الوقت، حتى لا يفقد ائتلافه الحاكم، وحتى لا يكون هناك عملية انهيار كامل فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية داخل دولة الاحتلال. لذلك في هذا السياق أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد عزفت وقد أجلت هذا الأمر، رغم أن الحديث بأنها ليست الفرصة الأخيرة، لأننا منذ 2 يوليو ويتم الحديث بأن هذا المقترح أو ما طرحه الرئيس بايدن هو الفرصة الأخيرة، وبعد ذلك جرت مفاوضات في القاهرة وفي الدوحة ومن ثم في القاهرة ومن ثم العودة إلى الدوحة، ولم يتم الحديث عن قضية الفرصة الأخيرة. هذا الأمر الذي يؤكد ما تحدثنا به بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسير في اتجاه إدارة الأمر وليس حسم الأمر بطرح كما ادعى أو كما قال بايدن بأنه سيفرض على كلا الجانبين مقترحه الذي أعده أو تم. دكتور، ماذا يعني إدارة الأمر وليس حسم الأمر؟ إدارة الأمر بمعنى أن لم يكن هناك موقفا حقيقيا أو جديا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإلزام حكومة نتنياهو بما يتم التوصل إليه من اتفاق، لأن على مدار كافة المراحل التي أو التفاوضية التي جرت في كل مرة كان نتنياهو يضع مجموعة من الاشتراطات وتقبل بها الولايات المتحدة الأمريكية وتعيد الصياغة من جديد. لذلك عندما لم يجد أو لم يرى نتنياهو من الإدارة الأمريكية موقفا حقيقيا أو ملزما أو حاسما كذلك من العديد من الدول، هو صار بنفس السياق في كل مرة وضع مجموعة من الاشتراطات. هذا الأمر الذي يدلل بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تدير العملية حتى لا تفقد الزمام المبادرة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة نحن نعلم بأن كان هناك مجموعة من التصريحات سواء التصريحات إيرانية أو غير إيرانية بأنهم جميعا ينتظر إلى ما ستول إليه عملية الصفقة أو التهدئة حتى يكون هناك ردا، علما بأننا ندرك جيدا بأن الرد أو لن يكون هناك ردا إيرانيا يؤذي دولة الاحتلال أو يصل إلى دولة الاحتلال في هذا السياق، لأننا نعلم حجم أو طبيعة المصالح ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية والقضايا المتعلقة بتجميد الأموال والمتعلقة بالملف النووي. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية كما نقول تبيع الوقت أو تريد المزيد من الوقت في هذا السياق، ونتنياهو يناور على عمل الوقت. من هنا تأتي عملية إدارة الأمور أو إدارة العملية داخل المنطقة وليس حسمها باتجاه فرض أمر واقع، لأن بايدن عندما صرح وقال بأنني سأحسم أو سأطرح خطة وعلى الطرفين قبولها، أي بمعنى عملية إلزام، لكن تراجع بعد ذلك وقال نؤجل عملية أو طرح هذه الخطة بعدما استبق نتنياهو بالمؤتمر الصحفي الذي خرج به والذي طرح به مجموعة من القضايا التي بالأساس تفجر عملية الصفقة وتفجر عملية التفاوض.